المكتبة ديالكم الإعلامية، وحنا اليوم جد فخورين بهذه اليومية هذه اللي من خلالها كتشوفوا أفوران كتعرف الافتتاح ديال المركز الصحي من المستوى الثاني اللي غيقدم خدمات جد متطورة في إطار واحد إصلاح جديد، حلة جديدة، تجهيزات متطورة، يعني نظام معلوماتي يخلي المريض أنه يستفيد من الفحص الرقمي، وهذا كله ما يشير إليه صاحب جلالة الميسرو في الإصلاح ديالي لتقريب الخدمات للمواطن الساكنة. من خلال أفولار انطلقت كذلك افتتاح 31 مركز صحي على مستوى الجهة، ولاحظتوا أنه ما كاينش فرق ما بين العالم القروي والعالم كذلك الحضري، يعني المواطن المريض فيما مشى غيلقى نفس الخدمات في نفس المستوى وفي نفس الحلة، ومربوطين بصفير ديال الإنترنت كتخلي التواصل على القرب، كاين حتى كذلك بطريقة افتراضية. فنبغي نشكر من خلال في هذه اللحظة هذه جميع الناس اللي تعاونوا معنا لإنجاح هذا الورش الملكي، السلطات المحلية، السيد الوالي والسيد العامل ورئيس السيد رئيس الجهة، جميع المنتخبين اللي ساهموا معنا باش هذا مشروع ديال الجامع، ماشي مشروع ديال القطاع، مشروع مجتمعي اللي كنا خصنا ننجحوا فيه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.